بره اللي هم ذو الهمم. ذو الهمم تخيلوا الأصحاء وإنجازاتهم، تخيلوا لما يكون كمان عندنا أبطال هي ذوي الهمم اللي هم مش هقول احتياجات خاصة، بس اللي هم بجد بيعملوا بحاجة، يعني بيشتغلوا على الرياضة بحاجة مختلفة، عندهم عزيمة وقوة وصبر وإرادة وتحدي زي اللي احنا شايفينهم قدامنا حالا. لعيبة النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي في اللي هم ذوي الهمم اكتسحوا بطولات كبيرة جدا. خلينا نخرج لتقرير عن نجومنا اللي احنا بنشوفهم وبنتابعهم زي ما بنتابع كل فرقنا، لازم نتابع نجومنا في ذوي الهمم. خلينا نخرج لتقرير وترجعوا لنا مرة تانية. النشاط ده بدأ من 2005، كابتن محمود الخطيب كلفني بتكوين هذا الجهاز من 2005، ومن 2005 واحنا شغالين مع الاولاد دي. الاولاد دي كلها كانت صغيرين جدا وبداوا معانا، بدانا معاهم يتعلموا السباحه، وبعد ما وصلوا لمستوى ان احنا نقدر نشترك في الاتحاد المصري للعاقات الذهنيه اشتركنا، والحمد لله ما خذلوناش الاولاد وشرفونا وشرفوا النادي بتاعهم النادي الاهلي. ما فيش بطوله بنخشها الا الحمد لله بيحققوا الميداليات بتاعتها، والنادي الاهلي زي ما اتعودنا تملي وفهمنا الاولاد دي ان هو نمبر 1، هو النادي اللي لازم يبقى مركزه الاول، والحمد لله احنا المركز الاول في كل البطولات اللي اتعملت حتى الان. احنا عندنا 3 انشطه، نشاط السباحه وبدا في 2005، كان بقرار مجلس اداره وكابتن محمود الخطيب طبعا، وعندنا نشاط الكاراتيه ونشاط الفروسيه. طبعا الشرط كان واضح من مجلس اداره ان الخدمات والتدريبات اللي بتتم في مستوى النشاط الرياضي للولاد اصحاب الهمم قدرات الخاصه تبقى ابناء اعضاء النادي الاهلي، وطبعا في جهاز فني على اعلى مستوى من المدربين المتخصصين اللي بيعرفوا يتعاملوا مع جميع انواع الاعاقات والتصنيفات، والحمد لله احنا عاملين مستويات يعني مبهره تشرف النادي الاهلي وتشرف مصر. احنا طبعا كل الولاد بتلقى اهتمام غير طبيعي لان هم قريبين جدا من الجهاز الفني، واحنا بنعاملهم زي ولادنا واخواتنا الصغيرين، وفي نفس الوقت في علاقه طيبه جدا ما بيننا وما بينهم، بتدي بعد غير البعد التدريبي بس. وعندنا اولاد وصلت لمستويات عاليه جدا، وفي بعض الابطال اللي مثلوا مصر في البطولات الدوليه زي بطوله ايطاليا وبطوله الالعاب الاقليميه اللي تبع الاولمبيات الخاص. وعلى المستوى المحلي احنا بنشترك في بطولات تبع الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه وتبع للاولمبيات الخاص، والحمد لله احنا السنه دي لسه مخلصين بطوله الجمهوريه للسباحه تبع الاعاقات الذهنيه، واخدين ترتيب اول عام ومتربعين على قمه الانديه المصريه في هذا المجال. بلعب سباحه بقالي كتير قوي، والميداليات دي في البريست والكورول، بس اكتر حاجه بتجيب فيها ان شاء الله البريست. لا الحمد لله كل حاجه محتاجينها عندنا الحمد لله، والكابتن محمد مش مخلينا محتاجين حاجه. مبسوطين في التمرين ومبسوطة في السباحة وفي الكاراتيه وواخد أول. أنا بلعب بسباحة في نادي الأهلي، وبروح كل يوم نادي الأهلي، بس بروح أحد وثلاث وخميس، وأنا مبسوطة جدا إن أنا خدت الذهب، يعني أنا مبسوطة معاكم في الأهلي وأنا معاكم إن شاء الله يا شيخ. واخد في البطولة بتاعت اسكندرية، واخد تاني وتالت، واخدت في البطولة بتاعت وفي بطولة كده ايديا عملت زي حادثة في ايدي كده اتكسرت منعتني من بطولة واحدة، البطولة بتاعت طلعة الجيش ما نزلتهاش عشان ايديا كانت متكبسة. أنا بطل العالم كاراتيه و اسبانيا ونفسي و
طاديه جبت ال انا اخذت كرتين انا برضو اخذت سباحه معاهم ما انا فرحانه وصوت قوي 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 يعني معاهم يعني كتير. والله ختم في بطوله الجمهوريه واخذت 3 ميداليات فضه وذهب وفضه وبرونز والحمد لله. لا بصوت الحمد لله بصوت كل اعضاء النادي الاهلي. كده انا خدتها في 6 اكتوبر الاتحاد المصري في الاتحاد المصري انا طلعت اول بطوله الجمهوريه. أبطال بيقدموا لنا دروس ودروس مهمة جدا في التحدي والإرادة والعزيمة في عزيمة البطل. اللي أنا بقول لكل رياضي في مصر بص على ذوي الهمم علشان توصل لأكتر كتير في حياتك. لازم يكون عندك إلهام، لازم يكون عندك صبر، لازم يكون عندك تحدي زيهم بالظبط. خلينا نخرج من ذوي الهمه اللي انا بشكرهم جدا واقول لهم الف مليون مبروك، دايما رافعين النادي الاهلي في كل منصات التتويج.